مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة. كتاب وقمح، حملة تطوعية تهدف لنشر ثقافة الوعي والقراءة بأسعار رمزية. أما مداخيل بيع الكتب فتوجه إلى المساعدات الاجتماعية في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها لبنان. انطلقت الحملة عام 2021 في العاصمة بيروت لتنتشر اليوم في عدد من المناطق في لبنان وتعمل على تشبيك القارئ والمحتاج إلى الدواء. للحديث عن هذه المبادرة يسعدني أن أرحب من لبنان بعضوة في الحملة والشاعرة ريتا يمين. أهلا وسهلا بك ريتا على شاشة الجزائر الدولية. أهلا فيك وأنا بشكركم كثير على هالمبادرة. شكرا لك. إذن كتاب وقمح هي مبادرة تخدم القارئ الذي لا يملك مالا من أجل اقتناء كتاب، وأيضا المريض الذي لا يستطيع العلاج. فكيف تبلورت الفكرة هذه الحملة؟ الحملة بديت سنة 2021 بمبادرة من الكاتبة والروائية ماريكو الصيفي، لما حاولت أن تبيع من مكتبتها الخاصة وتوهبة بدون ما تحصل على لقاء. فكان أحد اللي عم يشتري الكتب هو الأستاذ ريشار شمعون، ورفض إلا ما يدفع ثمن الكتاب. فقالت له أنه لا ما بقبل، فاتفقوا أنه يعملوا ريع ثمن الكتب لمساعدة المحتاج. هيك ابتدت الفكرة، وبعدها تطورت لتكون حاليا في عدد من المناطق بلبنان. طيب كيف يتم الاشتغال على هذه الحملة؟ أكيد هي بديت خجولة وبديت يعني خطوات ثابتة، بس هلا صار عندنا 17 مركز بجميع المناطق اللبنانية. الهدف هو انه نشر الكتاب الورقي، لانه مثل ما بتعرفي انه عندنا أزمة في ظل العولمة والكتاب الإلكتروني الذي يسيطر على الفكر. فصار الانتشار أسرع وصار عندنا 17 مركز بجميع أنحاء لبنان. جميل جدا. طيب ما هي العلاقة بين الكتاب والقمح، أو بالأحرى ما رمزية هذا الشعار، شعار الحملة كتاب وقمح؟ الكتاب هو غذاء الروح والفكر. وبما أنه ريع المساعدات عم تجي مشاعر مساعدة محتاج، فتكون غذاء لجسده. عم نحاول أنه نساعد قد ما فينا من وراء ثمن بيع الكتب. هي الأولوية لنشر الثقافة وإعادة تداول الكتاب الورقي، والثمن الكتب بيجي نتيجة لهالعمل بمساعدة المحتاجين، مرضى السرطان ومرضى الكلى أو أي مساعدة أخرى. قلت قبل قليل ريتا يمين أن هذه الحملة خطت بخطوات ثابتة، لا أعلم إذا كانت سريعة أو لا، لكن يهمني أن أعلم هل حظيت الحملة بدعم من طرف المبدعين اللبنانيين وخاصة الكتاب منهم؟ أكيد. هلأ هي بديت خجولة مثل ما قلنا، وبما أنه في عنا الفيسبوك وفي اعلان على صفحات ماري وبعض الادباء اللي رافقوها، فبلشوا الادباء يشوفوا هالاعلانات ويبادروا لاعطاء مؤلفاتهم مجانا للمساهمه في هذه الحمله. وبدا يعني الادباء يخبروا بعضهم. الاعلام لم يلعب بعد دور مهم في هذه الحمله لأهميتها وقيمتها الفكرية والأدبية، ونحن نسعى في يعني نشر هذه الحملة أكثر. وفي ظل منصات التواصل أعتقد أن الأمر سيوفر هذا الجانب. ريتا يمين، طيب في تفاصيل هذه الحملة وأيضا المنخرطين فيها، هل هناك إقبال للجيل الجديد على الفعل التطوعي خاصة الثقافي منه؟
هلا بالنسبه للجيل الجديد، بعد ما عندنا يعني تطوع من الشباب، ولكن هناك قراء من الشباب ونحن نسعى الى ذلك. يعني نحن بهمنا ان يكون القارئ من الجيل الصاعد، من الشباب، التي حتى من الاطفال، للتوعيه على القراءه التي بدات تزول في هذه الايام. نسعى الى توسع الدائره، وان شاء الله اذا الله راد بعون المتطوعين والادباء والمفكرين ان تتطور هذه الحمله اكثر واكثر، وان تنتشر هذه العدوى الايجابيه للقراءه وايضا لمساعده الاخر، خاصه فيما يخص المرض. ريتا يمين، اغلب المبادرات الثقافيه والخيريه بالمجمل تكون ذات توجه ايديولوجي معين ومحدد من قبل. حمله كتاب وقمح تخضع لهذا الامر؟ الفكره بدت مع ماريا انه هم الكتاب انه ينشر. ما كان عنده أي فكر سابق أو توجه لتطوير هذه الحملة. هلأ نحن الخطوات عم تتطور شوي شوي، لما بيكون على الأرض في عنا خبرة، يعني عم نشوف من خبرتنا. مثلا بدأنا ببيع الكتاب بثمن كتير زهيد، اقتناعا منا انه وتشجيعا للقراءه، ولكن الان عم نقوم بخطوات اكثر تطور. مثلا انه الكتب القديمه وذات قيمه عم نعمل لها سعر معين حفاظا على قيمتها وتنحصل على مساعده اكبر. هيك بنكون عم نعمل عمل مزدوج، نجمع ما بين المساعده وما بين قيمه الكتاب. ما الذي يجعل هذه المبادرة من سنة 2021 تستمر، مع أن أغلب هذه المبادرات الثقافية التطوعية معروفة في المنطقة العربية أنها أو معروف في المنطقة العربية أنها لا تعمر طويلا؟ روح المثابرة وروح الاتحاد بين الأعضاء والشغف لكل واحد منا أنه عارف الهدف تبعه. يعني أنا لما انتسبت لهذه الحملة، إذا بدي أقول، وكنت شريكة فيها، أحببت جدا الفكرة، وكان هاجزي أنه كيف بدي أحافظ عليها، وهيك كان هم كل واحد منا. مشان هيك هالشغف وهالحب لهالتطوع وعارفين حالنا لأي أهداف بدنا نوصل جعلتها تستمر. فالصعوبات والعرائيل بتكون كتير بسيطة تجاه الهدف اللي نحن حاطينه. ما أهمية هذه الحملات الثقافية والخيرية ودور المثقف ريتا في تماسك المجتمع، خاصة أمام واقع يحفز أو ربما يعمل على تقسيم الواقع والتقسيم بكل أنواعه، يعني دينيا أو مجتمعيا أو في كل الأصناف؟ هذه الحركة بعيدة جدا عن تقسيم الطوائف والمناطق والمذهبية وأي حركة أخرى. فنحن نعتمد على لبنان، الوحدة والثقافة والعولمة، وبعيدين جدا عن هذه المعتقدات. وهذه نحن نمشي بطريق المحبة، بطريق التعاون، بطريق التطوع. نحن نساعد الدولة على إنماء المجتمع، على بناء الإنسان، على إعادة لبنان المعارض وبلد الثقافات، على بيروت الجميلة بلد الثقافة وملتقى الحضارات. فنحن لا نتطلع إلى يعني التمييز بأي شكل من أشكاله. جميل جدا، والشعار يكون ربما هو شعار إنساني محض بهدف المساعدة وأيضا الثقافة. الحملة تنشط، تعمل على تنشيط الحركية الثقافية اللبنانية. برأيك ما أهمية هذه المبادرات للاستمرار من أجل الإبداع والمساعدة؟ أنت تعرفين أن التطوع هو مساعدة العمل الحكومي ودعمه في أوقات تعجز الحكومة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية عن القيام بدورها.
فلقد كان هناك عدة معارض في لبنان، وسجل تراجع في الإقبال على هذه المعارض، بينما لاحظنا في حملة كتاب أمح الإقبال السريع على الكتب من جانب القراء وحتى من جانب التطوع والتقديم المؤلفات الفكرية من جانب الأدباء. فنحن بهذا نسعى ولو بجزء بسيط في تنشيط الحركة الثقافية في لبنان الحبيب الذي تعودنا عليه أنه لبنان الثقافة. على أرض الواقع ريتا، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهها الحملة؟ تواجه الحملة بعض الصعوبات، ولكن مثل مثلا الانتقال من منطقة إلى أخرى، وتعرفين أن الوقود ثمنه غالي، ولا يعني التنقل صعب بعض الشيء، ولكن بمحبة الأصدقاء والتطوع استطعنا أن إيجاد طرق لإيصال هذه الكتب ولو بعد حين. يعني نحن نعبر ونجتاز الصعوبات بإرادتنا وبحبنا لهذه الحملة والهدف الذي نريد تحقيقه يعني من ورائها. طيب نختم بشيء إيجابي، شيء ربما يدعو للتفاؤل. هل هناك قصة ما حدثت معكم في خلال هذه الحملة وكانت إيجابية واستطعتم من خلالها مساعدة مريض، أو هناك شباب ربما لا يقرؤون أصبحوا يقرؤون بفضل هذه الحملة التي توفر الكتب بأسعار رمزية وأحيانا مجانية، وهي كتب نادرة؟ وأحيانا أشير فقط لهذه النقطة أنها الكتب النادرة تكون معرضة في مزادات علنية، وأسعار هذه الكتب تكون لصالح المرضى. صح. هناك حادثة أحب أن أنوه بها تتعلق بطفل صغير جمع بقشته بالقشة تبعه مصاري، وأحب أن يهبها لحملة كتابه أمح، وهو من مرضى السرطان، فيعني أراد هو أن يساعد بما ادخره في قشته، وهذا ما أثر فينا. فاشترينا له دراجة، إذا لاحظت بالصور بقلب الدراجة مكتوب كتابه أم، علما أنه هو تربى على روح التعاضد، على الإنسانية، على من قبل عائلته، وهذه القيم يا ريت نرجع نستعيدها. وهذا كان حافز للكثيرين لما شافوا أنه يدعموا الأطفال ومياتم الأطفال من وراء حملة كتابه أمح. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن نسمع ونشاهد هذه القصص أيضا بكثرة في لبنان وأيضا المنطقة العربية. شكرا جزيلا لك ريتا يمين على هذه الدردشة حول مبادرة كتاب وقمح بصفتك عضو في هذه الحملة وبصفتك أيضا شاعرة. شكرا جزيلا لك. وأنا بشكرك كمان سامية، ميرسي كتير لألكم. كما أشكركم أنتم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.